الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أظهرت بيانات تجارية أن العراق جاء ثاني أكبر مورد للنفط الخام للهند بعد روسيا في شهر نيسان الماضي، بعد أن كان الأول كأكبر مورد تقليدي نفطي لهذا البلد في السابق. وكشفت البيانات أن الهند الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا استورد نحو 1,900,000 برميل يوميا من النفط الروسي في نيسان، بزيادة بلغت 4.4% عن الشهر السابق، وهو يمثل هذا حوالي 5 مشتريات البلاد الإجمالية، ليحتل بذلك المرتبة الأولى في إيرادات الهند. وأظهرت البيانات أن انخفاض مشتريات النفط من الشرق الأوسط دفع حصة أوبك من واردات النفط الهندية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 46%. ضبطت هيئة النزاهة أوليات 685 قرضاً منحها مصرف الرافدين الحكومي فرع البصرة بقيمة أكثر من 5 مليارات دينار لم تسدد رغم مرور 15 عاماً على منحها. وذكرت الهيئة أن فرقها ضبطت جرداً بالقروض غير المسددة منذ عام 2008 البالغ عددها 618 قرضاً والممنوحة بصلاحيات مدير الفرع والبالغة قيمتها أكثر من 4 ملايين دينار. وأوضحت أنها ضبطت أيضاً جرداً بالقروض التي لم تسدد منذ عام 2007 والتي منحت بصلاحيات الإدارة العامة، مشيرة إلى أن عدد القروض بلغت 67 قرضاً بقيمة 1,265,000,000 دينار، مبينة أن شعبة القروض في المصرف ما زالت متلكئة باستحصال هذه القروض. أعلنت هيئة العامة للجمارك في العراق عن تمكن مركز جمرك أم القصر الشمالي من ضبط 19 حاوية مرمر، جرانيت ومعدات نفطية وجهاز تحويل كهرباء كبير وأدوية وأدوات احتياطية وجرين حفار. وأضاف بيان أن الحاويات تجاوزت المدة القانونية على بقائها داخل الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة، حيث يعتبر ذلك مخالفاً للضوابط والتعليمات. وفي نفس السياق تم إعادة إصدار إرسالية شيش تسليح بوزن إجمالي 700 طنين في مركز جمرك المنذرية الحدودي. ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 7% في شهر نيسان الماضي، متوافقاً مع التوقعات مقابل 6.9% في الشهر السابق، حيث تواصل الأسعار عنادها في الدول الـ20 التي تتقاسم اليورو. ورفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر نيسان الماضي لتصل إلى مستوى 3.75% في زيادة هي السابعة على التوالي منذ العام الحالي بهدف السيطرة على التضخم. وكان معدل التضخم بمنطقة اليورو قد تباطأ بأكبر وتيرة على الإطلاق في شهر آذار الماضي إلى 6.9% مع انخفاض أسعار الطاقة، مسجلاً أدنى مستوى له في عام بعد أن بلغ ذروته عند 10% في شهر تشرين الأول. استبعد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها على الرغم من عدم الإعلان عن أي تقدم في المفاوضات الهادفة لرفع سعر الدين. ويسابق أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الوقت لرفع سقف الديون قبل حلول الأول من شهر حزيران، الذي قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن توقف الحكومة الأمريكية عن سداد التزاماتها قد يبدأ عنده، ويتجاوز مبلغ الدين الحالي الناتج المحلي الأمريكي للولايات المتحدة، وهو مستوى غير مسبوق في التاريخ الأمريكي، الأمر الذي جعله مصدر قلق كبير للاقتصاديين وصناع السياسة في البلاد وربما حول العالم، حيث يتشارك أغلب دول العالم في إقراض الحكومة الأمريكية. أما الآن فانتقالة سريعة لأسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.